السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم جلال السميدة أو كرم جلال يحييكم دائما من جديد. إخواني المغاربة، كل تحية وتقدير إليكم من داخل الوطن وخارج الوطن، حياكم الله. اليوم تبارك الله، اليوم البرنامج اللي عندي وهو جاتني بزاف ديال الأسئلة ديالكم داخل الوطن وخارج الوطن. تحية كبيرة لكم المغاربة الأحرار، النساء الحرات، تبارك الله عليكم، الله يحفظكم داخل الوطن وخارج الوطن. ألوغ جاتني أسئلة كثيرة، قلت لكم أنا اللي عنده شي سؤال ولا عنده شي حاجة مرحبا في القناة ديال اليوتيوب ديالي أو لا في تيك توك. دونك جاتني أسئلة ما شاء الله كثيرة، وهذه الأسئلة كامل لكم مونتير ديالكم كنقراهم، كلكم لكم مونتير ديالكم كنقراهم. ألوغ هنايا اليوم خصصت لكم هذا اليوم البرنامج ديالي اللي هو غادي نجاوبكم على الأسئلة اللي كتسولوني فيها. دونك أول سؤال ديال الإخوان المغاربة اللي داخل الوطن وخارج الوطن، كاين اللي سولني قال لي واش مازالين تما أسرى الحرب اللي كانوا معكم، واش مازال شي واحدين تما ولا لا؟ أقول لكم إخواني المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، أسرى الحرب الحمد لله ما بقى حتى واحد. نقدر نقول لكم أنا هو اللي كنت ما قبل الأخير في السجن، يعني خلينا السجن مشرع محلال خاوي، هذه نحمد ربي ونشكره عليها، نحمد الله ونشكره. ما بقى تما غير اطمأنوا على أنه ما بقاش شي أسير حرب في تيندوف عند المرتزقة. شكون اللي مازال؟ مازالين الشهداء اللي ميتين وراهم مدفونين من الحيط برا ديال السجن اللي في الرابوني. السجن ديال الرابوني هو اللي مازالين فيه دوك الرفات ديال إخواني الأسرى الحرب الجنود اللي راهم مدفونين تما. هذه وحده. كاين واحد السؤال ديال بعض الإخوان، قالوا لي كيفاش كنتوا كتعرفوا، واش كنتوا على اطلاع، كنتوا كتعرفوا الأخبار ديال المغرب أو لا وانتوما في السجن؟ أقول للإخوان المغاربة، السنين الأولى كاملة ما كانش أخبار، كنا مقطوعين على العالم الخارجي، ليس لنا أخبار ديال شي حاجة ولو منو، ما عندكش منين تجيب باش تلتقط أخبار. كانت الأعمال الشاقة مجهدة بزاف، وبالأخص دوك القدماء اللي كانوا أسرى من 76 77 78، كانت الأعمال الشاقة حتى الثمانينات، حتى 85 حتى 86 حتى 87، هما ما عمرهم وقفوا من الأعمال الشاقة. الأعمال كانت كثيرة جدا، كانوا كيشيدوا بين تندوف، يعني المنطقة ديال تندوف ماشي المدينة، ماشي الفيلاج ديال تندوف، لا غير وسط السرحرح، غير في وسط الصحراء كانوا كيشيدوا بين مثلا المدارس، بما يسمى مستشفيات. المستشفيات ملي كيتبناو على واحد غير في الصحراء، كتبني واحد المستشفى كبير وكيتسقف غير بليراي والزنك. هذا باش كاين، وشكون اللي كيدير هادشي؟ غير الأسرى، غير السجناء، يعني كالعبيد، كانوا كيتعاملوا معنا كالعبيد، بمعنى ما عندكش وقت اللي غادي شكون غادي تسول؟ غادي تسول الحراس، تقول لهم بغيت نعرف واش كاين شي خبر على المغرب؟ لا، يعني مع الأعمال الشاقة يوميا الروتور في الليل إلى السجن، السجناء يعتقوا بداك الشيء اللي لقاو، شوية ديال الروز اللي غادي يلقاوه موجود، شوية ديال الروز جاري، هذا أغلبية، هذا اللي كاين في العشاء دائما، هذا اللي كاين في العشاء ديما غير داك شوية ديال الروز جاري ديما، يعني صافي. كيطيح الأسير كيت حكومة نخطر مع العيار والخدمة وتمارة البالة والفاس والماسات البينسة دوك الكبار، يعني احنا السجناء كانوا كيخرجونا في الصباح وكيديرونا اتجاهات، كيقولوا هما اتجاهات، يعني كيفرقونا قراعي، كل قرعة وفي غادي يديوها، هذه فيها 100، هذه فيها 60، هذه فيها 80، هذه فيها 30، كيدابزوا علينا باش يديوا القراعي ديالهم، يعني احنا شكل العبيد. وكل مجموعة فيك تمشي تخدم نهار كامل، امتى كيكون اللقاء؟ وهو في الليل مع هذيك المغرب. هنا كل خطرة
كتوقف شاحنه ومعها السيارات ديال الامن ديال المرتزقه يوقفوا باب الحبس ويهودوا هذوك اللي كانوا خدامين بهم يدخلوا للسجن. كل ربع ساعه 20 دقيقه هتلقى مجموعه جات الناس مهلوكين بتماره مهلوكين بتماره والويل وش السعد. اوكي يدخلوا دونك هنايا ما عندناش وسائل ديال الاعلام باش نعرفوا البلاد ديالنا والمغرب الاخبار على المغرب القنوات ما كاينش. ولكن غادي تجي واحد الوقيته تسعة وثمانين تسعين توقيت النار وغادي يكون هذا اللي كنت هضرت لكم عليه ديك في واحد الفيديو سابق هذا اللي يقولوا له حميد اللبان ود الهندسه جندي مغربي ود الهندسه. واحد نهار جا واحد من الحراس في السجن وكيقول شكون فيكم اللي عنده فكره ولا يعرف يعدل جهاز الراديو. هو سكت له الراديو في الكاريطه. قال شكون فيكم اللي يقدر يدي بانيني ولا يشوف لي جهاز الراديو راه عندي خاسر. هو يكون حداه هو كيهضر واقرب منه هو هذا حميد اللبان. قال له مالو راديوك؟ قال له راه سكت لي. قال له راه شوف هنا اللبان هذا حميد اللبان خدم عقله. قال بعد غير نقبض هذا الراديو غير نتصنت غير القناه الاولى نسمع غير صوت ديال المغاربه في الاذاعه اولا دوزيم اولا شي حاجه كيف المهم غير نسمع اخبار ديال الاذاعه الوطنيه. وقبض داك الراديو شدوا له تقريبا سيمانه اسبوع كيقول له فيه خاسره هذه وفيه خاسره شربونه وخصك تجيب لي هذه وخصك تجيب لي البيل. هنا هذا اللبان كانت البدايه ديالو باش غادي يبقى يجمع بياسه منا وبياسه منا وبياسه منا مع يجيبوا له شي راديو خاسر باش يرد هذه البياس في هذه البياس وبقى يرقل حتى كون جهاز راديو كون غير الموتور وداروا في كرتونه ودار الحجر في كرتونه ورولاها كعط رولاه ودار فيه لي بيل ولينا يعني ملي كيتصون ممنوع راه الا قبضوا عندك جهاز راديو ناري شكون عطاه لك ومنين جبتو غادي يلصقوا بهذا اللي عطاه لك غادي يحسبوه خائن ديال المرتزقه ديالهم وغادي يتعذب هذاك السجين يعني منين جبتو قلنا شكون هذا اللي عطاه لك. الوغ كانت هنا السريه التامه باش غادي تصنت الاخبار ديال المغرب. كانت هنا كانت هذه البدايه وبقينا شويه بشويه شويه بشويه هو راه ممنوع يتسمع راديو ممنوع خاصك تسمع غير الوقيته ديال الاخبار وتقول لخوتك اودي المغرب راه اليوم هاشنو دوزيم قالت ولا القناه الاولى. وبقات شويه بشويه الامور بقات شويه بشويه حتى كان التدخلات ديال الصليب الاحمر الدولي بان نهضروا فيه. هذا هو اخواني الكرام اللي سولتوني على واش كنتو كتسيقوا الخبر للمغرب شنو كاين فيه. هذه هي المعطيات كنا مقطوعين على العالم الخارجي ما كنعرفوش واش واقع غير حدنا حد ديك المساحه ديال الصحراء اللي رحلت ما بتندوف ما كنعرفو واش كاين ما كنعرفوش العالم في الرغادي. الحمد لله تجت طورت سنين ديال السجن وبقاو السجناء واحد القليل ديال السجناء اللي الى لقى بروفيتي الى قلب على شي راديو خاسر ديال شي واحد من الحراس كيديبانيه باش يولي نسمعوا اخبار. هنايا هذا هو هذا جوابي على هذاك على دوك الناس اللي سولوني واش كنتو كتسيقوا الخبر على المغرب. هذا هو الجواب ديالي ما كانش عندنا كنا مقطعين على العالم الخارجي. مناشدات منظمات الانسانيه الور المنظمات الانسانيه في السنين الاولى كانوا كيجيو المنظمات لاصدقاء ديالهم منظمات اصدقاء ديالهم وكيجيو لافتات مكتوبين اصدقاء الصحراويين ديال البوليزاريو وكيجيو المنظمات عندهم وحنا كنعرفوهم وكنشوفهم كاع المنظمات اللي كانوا يجيو من الباسكيين من ايطاليا من فرنسا كانوا كيجيو منظمات وكيجيو عندهم اصدقائهم. حنا ما كان كاسرى ما كنعطيوهمش وقت والو ما كنبغيوش نهضروا معاهم اصلا لخاطر هما كانوا يجمعونا باش يتشفاو فينا ويديروا لنا خمسه خمسه ومن يجي شي منظمه ديالهم كيقونا. ولكن المنظمه اللي كنت قلت لكم اكبر منظمه ديال فرانس ليبرتي فرنسا الحريات اللي كانت مراسها دانيال ميتيرون راني ديجا قلت لكم في واحد الفيديو هذه هي اللي كانت كتمون
البوليزاريو، ولكن كانت كتمونهم بواحد حسن النية، ما كانتش ناوية فيهم على أنهم هما راه عندهم سوء النية، كانوا هما كانوا كيبروفيتيو على خاطر هذا بن بطوش والباشير مصطفى السيد وديك المجموعة كاملة، ديك المجموعة كاملة ديال المرتزقة المسؤولين كانوا كيبروفيتيو في هذه المنظمة اللي هي فرونس ليبرتي واللي مرأساها دانيال ميتيران، وكانت كتمولهم يعني مجهدة، كانت كتمولهم بشي حاجة اللي الخيال، فلوس، جمال، مواد غذائية، لباس، هي في الرأي ديالها راه كتعطي داكشي لهذوك الناس اللي راهم في المخيمات، فإذا به داكشي كيمشي كيتباع. وضربت العام الأول، العام الجاوج، جاو واحد النهار جاو أعضاء ديالها، أعضاء ثلاثة ديال الناس بنات اللي خدامين أعضاء في هذه المنظمة، وجاو يشوفوا المخيمات شنو فيها شنو خصهم وكذا. وهنا الحمد لله كان تسريب ديال الخبر من طرف الأسرة، من طرفنا حنا أسرة، تكلمنا مع هذوك الأعضاء ديال هذه المنظمة وقلنا لهم ودي هادشي اللي راكم كتجيبوه هنايا راه كلشي، ولا ما صدقتوناش قبضوا الطائرة ديالكم ولا السيارات وسيروا دخلوا لموريتانيا، سيروا دخلوا للزويرات ولا دخلوا للواكشوط وشوفوا المواد الغذائية ديالكم، غادي تلقاوها كتباع تمايا، اللباس، المواد الغذائية، كلشي كلشي كيتباع. والمخيمات ما كيديو والو، كيديو غير الفتات، كاع دوك السكان المخيمات كيديو غير الفتات. ومني سولونا قلنا لهم حنا أسرة، حنا سجناء مغاربة، ما كيوصلنا والو، ما عمرهم عطاونا شي حاجة، والو ما كاينش. هاد المنظمة نهار عقدت بهذا الشيء هذا وقفت، وقفت وحبست عليهم جميع الجمعيات وجميع المنظمات اللي كتزود لهذا المرتزقة ديال البوليزاريو، هاد العصابة هذه ديال المرتزقة، وقفت كاع المنظمات، قالت لهم حبسوا راه اكتشفنا شي حاجة ماشي هي هذيك. وداروا باش يتحققوا، داروا واحد الدوره كما نقولوا، داروا واحد شافوا عرفوا كيفاش يديروا باش يتصحوا من الخبر، لقاو فريمون لقاو صحيح، لقاو كل شيء صحيح، وهذا لقاو بان داكشي اللي كتعطي كل شيء كيقسموا هذوك العصابه بيناتهم. وهنا واحد النهار قالوا لنا واحد الحارس، قالنا كنا خدامين وقالنا يقلع بيكم راه المواد الغذائيه وقفتها المنظمه ديال فرنسا الحريات، لا يخلينا الجوع هنا. قلنا لهم الله يعطينا معكم غير الموت هنا، والله يعطينا معكم غير هنا غير الموت، موتوا كاملين، ياك غير بالجوع نموتوا كاملين. قلنا لهم ها احنا معكم حتى احنا يا عبيد، وحنا معكم نموتوا هنا، الله يعطي باباكم غير الجوع يقتلكم صافي. وبقينا الور. هذا فيما يخص الاخ اللي سولني على المنظمات الانسانيه. الور كاين واحد الاخ خالد من العيون، واحد خالد من العيون قال لي الذين يكذبونك او جاءتهم في قلوبهم المريضه والخبيثه. نعم خويا خالد، تحياتي ليك وتحياتي لاهل العيون وتحياتي للصحراء المغاربه، تحياتي لكم جميعا، تحياتي لك سي خالد، تبارك الله عليك. انا كنرد كنجاوبك على كل حال خويا خالد، هذا الصراحه ديالي والكلام ديالي بصح وجعهم في القلوب الخبيثه ديالهم، الخونه ديال الوطن واعداء الوطن.